الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت الهيئة العامة للجمارك في العراق إنها ضبطت 19 شاحنة تحمل مواد متنوعة مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة في جمرك المنطقة الوسطى. وذكرت الهيئة أن المواد المضبوطة عبارة عن مرمر ومواد بلاستيكية ومواد غذائية وحديد وأثاث ورافعة شوكية وزيوت محركات ومعمل اسمنت وفلين ديكور ومواد متنوعة أخرى، وتتزايد في الفترة الأخيرة وتيرة التهريب من المنافذ الجمركية في العراق، لا سيما التي تقع جنوب البلاد وتحاذي إيران. كشف موقع تريند ماب الاقتصادي عن تصدير العراق وقود وفواكه إلى مصر بقيمة زادت عن 322 مليون دولار خلال العام الماضي. وبحسب الموقع فقد بلغت صادرات العراق لمصر ما يقارب 323 مليون دولار، مبينة أن هذه الصادرات انخفضت بنسبة 24% ما بين عام 2017 و2021. وأضاف الموقع المعني بتوفير خريطة التجارة البينية للدول أن أهم صادرات العراق إلى مصر هي الوقود المعدني والزيوت المعدنية بقيمة مالية بلغت 314 مليون دولار، تليها الفاكهة والمكسرات الصالحة للأكل بقيمة 7 ملايين دولار. قالت حكومة كردستان العراق إنها تمكنت خلال الشهرين الماضيين من تنفيذ 38 مشروعاً في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل. وبحسب حكومة كردستان العراق فإن المشاريع توزعت بين تعبيد الشوارع وبناء وشوارع أخرى، إضافة إلى العديد من الخدمات في القضاء، مشيرة إلى أن الميزانية التي تم صرفها على هذه المشاريع بلغت 6.5 مليار دينار عراقي. أعلنت الهيئة الإحصاء التركية أن الاقتصاد التركي حقق خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 7.6%. وأوضحت الهيئة أن ارتفاع تقدير الناتج المحلي الإجمالي جاء وفق الأسعار الجارية 114% في الربع الثاني من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وزاد على 3.419 مليار ليرة تركية. وسبق أن توقع خبراء اقتصاديون أن يبلغ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام الجاري 7.3%، ما يعني أن الاقتصاد التركي تجاوز التوقعات الموضوعة. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن البنوك المركزية لدى أكبر الاقتصاديات العالمية دقت ناقوس الخطر مع تزايد الأزمة الاقتصادية العالمية. وبحسب الصحيفة فقد ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى خلال اجتماع مع مسؤوليهم أن التضخم الذي يعيشه العالم هو الأسوأ من نوعه منذ عقود، مشيرين إلى أن التصدع الذي تشهده الاقتصادات العالمية يرجع إلى توالي الأزمات التي تمثلت في وباء كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتطرق التقرير إلى ارتفاع وتيرة نمو الأسعار الذي اصطدم باضطرابات سلسلة التوريد وإغلاق جائحة كورونا، ما أجبر البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية وفرض المزيد من القيود من أجل استعادة استقرار الأسعار والأسواق. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام مجزي للقاء.